من هي الفنانة الراحلة التي قامت بدور أمينة في فيلم هارب من الزواج؟ هارب من الزواج كان تأليف أبو سعود الإبياري وإخراج حسن الصيفي، كان بطولة فؤاد المهندس. شويكار تقول نفس الإجابة بتاع البوستة. أنا بدلت أحاول أديكم معلومة في الثانية في الثالثة. أول ما قلت فؤاد المهندس بالظبط كده، قلت فؤاد المهندس بقت شويكار، بس شويكار إجابة خاطئة. عشان ما كانش اسمها أمينة. بس شفت شويكار إجابة صحيحة. كان اسمها أمينة فعلا. كان معهم محمود المليجي وحسن فايق وأبو بكر عزت، يعني جيل عظيم يعني. طبعاً طبعاً. نتيجة اتغيرت 50 عائلة ناجح العجمي، 70 عائلة ربيع الحمدية.